أكو شغلة ضامة عليه، يعني ما يبدو لي أنت ما ردت تتطرق لها. أنت ملتقي بصدام حسين أكثر من 4 أو 5 مرات، هل كانت في فترة العمل الوظيفي الطلابي، وشنو كان اللي يدور في هذه الاجتماعات أو هذه اللقاءات خلينا نقول؟ أي أنا الحقيقة بعد أن طلعت من العمل الطلابي ما التقيت به، لأنه ظلت بس بالعمل الوظيفي. التقيت به يعني لقاءات طويلة، كنت 3 أو 4 مرات. مرة لما صار مؤتمر على مدى 3 أيام ل ايش كانت يسموها، والله ما ادري راح من بالي، بحيث المهم دراسة كل مشاريع الدولة، مال المؤتمر الانتاجية، مؤتمر الانتاجية تقييم الانتاجية، تقييم في الوزارات، في الوزارات وكذا. احنا كنا نمثل الاتحاد الطلابي، أنا كنت موجود يعني بالمؤتمر تقريبا 3 أيام، احنا كنا نلتقي مع، وكنت ألتقي به من كان يجي للمعسكر، معسكر العمل الشعبي، العمل الشعبي بابا بن يصير، ويعني بكل المعسكرات تقريبا. بس اللقاء أكثر لقاء أنا التقيت به مرة في زمن على أساس تصير وحدة بين العراق وسوريا. كان يعرفك بالاسم؟ والله ما أعرف إذا كان يعرفني لو لا، ما 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 يناديك باسم؟ لا ما يعني ما صاير هيك شيء. بس خليني أقول لك يعني بهذا اللقاء، هذا اللقاء كان أكو مشروع الوحدة بين العراق وسوريا بال78، ميثاق العمل العربي، العمل العربي أي على أساس مشروع وحدة بين العراق وسوريا. فإحنا كانت عندنا خطة أن نوحد الاتحادين الطلابية بين العراق وسوريا، فشكلنا لجنة من عندهم، هم الاتحاد الوطني لطلبة العراق، الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، سوريا عفوا طلبة سوريا، اي واحنا عندنا الاتحاد الوطني لطلبة العراق. فشكلنا لجنة 4 من عندهم و4 من عندنا. انا كنت باللجنة العراقية، طلب ان يلتقي باللجنة، يعني هي شيء بروتوكولي حقيقة، لانه لما رحنا سوريا التقى بينا عبد الحليم خدام، محافظ الأسد، التقى بينا عبد الحليم خدام، ومن جو للعراق، هم خدام في حينها كان نائب رئيس. من جو العراق احنا التقينا بالمرحوم صدام. هذا الحقيقة كان اللقاء جدا متميز. ليش؟ هو كان اللقاء المفروض نص ساعة، ساعة بالسبعة المغرب رحنا يمه دخلنا. طبعا من دخلنا هو الرجل يعني استقبلنا بود يعني واضح، يعني من يسلم علينا مو سلام رسمي، وإنما شلون تقول يعني سلام مع الأصدقاء. ليش من ذلك من أقول لك ما أدري إذا كان يعرفني لو لا، لأن من سلم عليه وكأنما هو صديقي بلا شك. هو أنت عنده جهاز أمني بالتأكيد، وراح يقولوا للي جايين فلان وفلان، يعني احتمال كبير جدا، احتمال كبير جدا. المهم كان اللقاء جدا بسيط وطول، من الساعة بالسبعة إلى ساعة بالتسعة حديث. طبعا أول مرة بدينا يعني بالمسائل الشكلية اللي كان هو، بس وراها انفتح الحديث. هو بدأ يحكي لنا على يعني علاقاته مع عائلته، مع أولاده، ذاك الوقت أولاده صغار
يعني عدي وقصري ما كانوا يعني كانوا بعدهم بالثانوية أو بالمتوسطة، فكانوا كان حكينا على علاقته مع أولاده، علاقته مع كان دائما يأكد أنه هو بالنسبة للطلبة يحب الطلاب. أي بعدين قال خلينا نقوم نتعشى سوية، وقمنا فعلا احنا وياه فقط، يعني هو يعني ثمانية وهو تاسع، ثمانية وهو تاسعنا. قمنا على العشاء طولنا تقريبا ساعة ونص، الى ساعة بالدعش احنا وياه، بس الحديث كان جدا يعني ما بي رسميات، كان هو جدا مرتاح وحكانا يعني حتى بوقتها حكانا على مثلا موضوع ضربة كريم قاسم وكيف هو كان دوره بيها وكذا، يعني كثير تفاصيل. ايه كيف تعامل ويا الوفد السوري؟ قلت لك بكل أريحية، يعني هل تستشف من التعامل مع الوفد السوري مثلا أن هو كان متحمس لموضوعة الوحدة بين العراق وسوريا؟ لو هناك من يقول أنه صدام حسين افتعل موضوع المؤامرة حتى يفلش الوحدة بين العراق وبين سوريا، الوحدة الاتحاد أو والله بصراحة أقول لك أنا ما حسيت هيك شيء في حينها، يعني قلت لك كان اللقاء جدا ودي، ويعني كان حتى بعيد عن الرسميات بصراحة، يعني ما أخذ الطابع الرسمي، وكان جدا يعني كان يتحدث معنا بطريقة الأصدقاء أكثر مما هو يتحدث معنا كمسؤول وإحنا جايين بمهمة رسمية، يعني هي الحديث كان بهالطريقة، فما لاحظت عليه يعني بصراحة في حينها ما أدري، يعني هذا الموضوع ما أقدر أنطيك به رأي. يعني اللقاءات الأخرى يعني عدا هذا اللقاء اللي تقول طول تقريبا ساعتين مو أو أكثر، هذا طول 4 ساعات، تقول من 7 للـ9، من 7 للـ9 اللقاء وراها رحنا للعشاء ساعتين. يعني للدعش بالليل، للدعش بالليل. كان لقاء يعني حتى بالعشاء يعني كان ينكت ويحكي لنا شغلات، طول العشاء قلت لك احنا قاعدين على الميز طول حوالي ساعتين. وعلى المائدة مال العشاء ايضا ساعتين. هو على المائدة ساعتين تقريبا. يعني سوالف كلام كان يعني شو تقول عليه، يعني ابدا مو رسمي، يعني كان كلش منبسط. شعرتوا انتم بالارتياح؟ يعني كثير كثير. بالبداية انتم كنتوا خايفين او يعني خلينا نقول اكو فد شيء في داخلكم؟ لا هو احنا يعني ما كان اكو هيجي، بالعكس احنا رايحين يعني متحمسين وكذا، بس هم الاخوان السوريين كانوا جدا منبسطين من اللقاء، كلش مرتاحين، لان قلت لك يعني هو ما تعامل معانا لقاء رسمي بقدر ما تعامل معانا كانما هو يعني شلون لساني ما اقدر نحكي بهالطريقه، يعني كان جدا منبسط ومرتاح ويعني لقاء لطيف. فيما يتعلق بالمعسكر القدس لنا، ولو هاي عوده على بدء، بعد ان اعلن عن المؤامره وموضوع قاعة الخلد ايضا بقى يجي على المعسكر لو انقطع؟ لا استمر يجي، بالعكس قام يجي اكثر.